إنه فصل الصيف، وهذا يعني وجوب حلق شعر الإبطين. أحتاج لقضاء حاجتي. انتبهي لطريقك بيتي. أين حاجبك؟ هل حلقته بالخطأ؟ لقد كان مجرد حدث. ضعي شفرة الحلاق جانبا يا بيتي. أتوسل إليك. توقفي. ماذا؟ ألا ترين وجهي القبيح؟ دعيني أفكر لحظة. لهذه الملعقة للحناء المثالي، يمكنني تشكيل حاجب بها. سأتبع الخط الآن ثم سأملأ الحاجب. لقد نجحت. لا أحد سيعرف أن الحاجب مرسوم. انظري بنفسك. دعيني أرى. كأنك عبقرية في حيل المقياج يا لالي. يا إلهي، كان ذلك وشيكا. كيف أنطق هذه الكلمة؟ حسناً، ركزي الآن. تشعر يدي بالتعب. ما اسمي؟ هيا. ها؟ ماذا؟ هذا تعذيب. سأرتاح لثوان فقط. من أنار المصابيح؟ لحظة، هل حل الصباح؟ نعم، لقد غرقت في النوم. من تلك الساحرة في انعكاس الشاشة؟ لا يمكنني الذهاب للمدرسة بهذا الوجه. السهر مضر فعلا. ما هذه الرائحة الزكية؟ يوجد شيء هنا وأحتاجه حالا. أجل. أهلا، هذه قهوتي. هل سهرت طوال الليل مرة أخرى؟ إنه ثمن الحصول على امتياز. سأحضر قهوتي بنفسي. مرطبان عسل طازج. ربما يوجد أمل في حل مشكلتي. أولاً، ستحتاجين لمزج المكونات في وعاء. خذي ملعقة كبيرة من البن والقليل من العسل. العسل يناقض من الملعقة على البن، ثم أضيفي بعض الماء. يجب أن تمتزج المكونات معا. أحضري مسحة قطنية وقصيها إلى نصفين، ثم ضع القطعتين بعناية في الوعاء. يجب أن تمتص الخليط على الفور، ثم ضعيهما تحت عينيك المتفختين. الكافيين ممتاز لتخفيف انتفاخ العيون. وانتظري الآن. الجمال يتطلب الكثير من العمل. ثم قلت لها: لالي، سأتصل بك لاحقاً. لالي، لقد غفوت على المنضدة مجدداً. ماذا؟ عيناك. أياً كان ما فعلت، له مفعول السحر. قهوة أفضل شيء في العالم. أنا في غاية السعادة لأني عدت إلى المنزل أخيراً. وما أول شيء يجب علي فعله؟ خلع حذاء يد الكعب غير المريح بالطبع. يا سلام، يا له من شعور رائع. الخطوة التالية خلع العدسات. سأفتح علبتها. أهلاً يا فتاة، لا يمكنني وضع هذه الأظافر في عيني، لكني أريد أن أخلع العدسات. لحظة، لقد نسيت أن لدي أعواد تنظيف الأذن. أنت على وشك إنقاذ يومي أيها العود الصغير. ما عليك سوى ثني العود من المنتصف هكذا، والآن مع الإمساك به جيداً ضعه في عينك. اسحب العدسة في حركة واحدة سريعة. اذهبي إلى محلول العدسات. يا لها من طريقة سهلة ومعقمة، ويمكن لعيني التنفس أخيراً. هذا أفضل بكثير. حسناً أيها الطلاب، لاختبار اليوم سيكون لديكم ثلاثة خيارات. ما هذا؟ لا تتحركوا من أماكنكم أثناء غيابي. هل غادرت؟ هذا جيد.
أنت خمن من أنا؟ الهواتف ممنوعة. هل أنت متأكدة من أنك تريدين فعل ذلك يا لالي؟ ولا مكان للمتعة في حصصي. أو لا، أنا عمياء بدون هذه النظارة. يا ويلي، نظارة الآنسة أبلبي، هل حدث هذا حقاً؟ يا إلهي، لقد انكسرت نظارتها. أنا سعيد أني لست في مكانك. مالاً، هل هذا خيط تنظيف أسنان؟ يجب أن أنظف أسناني بالخيط بشكل أكبر. لحظة يا لالي، ماذا؟ ماذا سأفعل به؟ في الواقع أظن أن هذا الغرض قد يكون مفيداً للغاية. إن انكسرت نظارتك بهذا الشكل، فاستخدم هذا الخيط لإعادة القطعتين معاً. اربطه في عقدة كهذا، وبعد ربط عقدتين اقطع الخيط الزائد. أصبحت تبدو جيدة، أليس كذلك؟ قد لا تلاحظ حتى أنها مكسورة. هل فاتني أي شيء؟ لنعود إلى الاختبار، حسناً؟ أرجوكِ لا تنكسري. لا يبدو أنها لاحظت أي شيء. نعم، أشعر براحة كبيرة. لقد نفذت بجلدي هذه المرة. ماذا سأرتدي اليوم؟ ماذا عن هذا القميص؟ كلا، مظهره مهترئ. ماذا عن هذا القميص الوردي؟ هل هذا ثقب؟ كيف وصل إلى هنا؟ كيف انسكبت حشوة البيتزا عليه؟ ماذا عن القميص الأحمر؟ لا توجد بقع ولا توجد ثقوب. نعم، سأرتديه إذن. واو، أظن أن يبدو رائع. مهلا، هناك شيء خاطئ في الكتفين. أوف، إنهما كبيران جدا. أوه، مرحبا أيها السوار، أظن أنك قادر على مساعدتي. سأضع السوار الأول تحت ياقة القميص، ثم سألف ربطة مطاطية حوله وحول القميص. سأكرر الآن الشيء نفسه مع السوار الثاني، سأضعه بجوار السوار الأول، وشيء نفسه مع السوار الثالث والأخير، سأضعه على الجانب الآخر. يا للروعة، أصبح شكله مذهلاً. لا أصدق ما أراه، يبدو مظهري مميزاً اليوم. سأغادر الآن. لدي طرد لك. أوه، كم أحب هذه اللحظة. يا ترى ماذا يوجد بداخله؟ حان وقت معرفة الإجابة. رائع، إنه القميص الذي طلبته. إنه أروع من الصورة، سيمنحني مظهراً مميزاً. أجل، يمكنني ارتداؤه مع العديد من ملابسي. حان وقت تجربته. ماذا؟ مقاسه كبير جداً. كيف حدث ذلك؟ لم أطلب هذا المقاس. ماذا؟ يبدو مثالياً في المجلة، لكنه لا يبدو جيداً علي. أوف، هذا ليس عدلاً. أتمنى لو كان بيدي فعل أي شيء لتعديله. أوه، مرحباً يا ربطة الشعر الصغيرة، إنها مطاطية وهي الحل لمشكلتي. سأعلق الربطة المطاطية على هذا الزر. يجب أن أتأكد من أنها ثابتة في مكانها، ثم سأربطها بالزر الثاني، ومن ثم بالزر الثالث. حان وقت معرفة مدى نجاح هذه الحيلة. تبدو أجمل من القميص الأصلي، لدرجة أني سألتقط بعض صور السيلفي. نعم، أفضل وقت في اليوم وقت الغداء. يا إلهي، رائحته الشهية. واو صوفيا، يبدو أن شهيتك مفتوحة. حسناً، لقد شبعت. حسناً، يجب علي تنظيف هذه الفوضى والعودة للعمل. يا إلهي، لقد جعلت الكثير من الأطباق تتراكم يا صوفيا. ساعات طويلة من الفرك والدعك، مجرد تفكيري به يشعركِ بالتعب. أوف، لا أريد أن أضيع ساعات في القيام بذلك. أتمنى لو كانت هناك طريقة لتسهيل غسل كل هذه الأطباق. لحظة، ربما توجد طريقة.
هل يوجد لديك قفاز مطاطي كهذا؟ باستخدام مسدس غراء ساخن، اسكب بعض الغراء على الأصابع هكذا وألصق شرائح من إسفنجة خشنة عليها. يمكنك فعل ذلك على كل الأصابع الخمسة. تأكد من أن حجم الإسفنجة مناسب لكل إصبع. حالما تنتهي من جميع الأصابع، ضع بعض الغراء على كف القفاز. من الأفضل عصر الغراء على شكل حرف زي، ثم ضع إسفنجة دائرية على الغراء. حالما تجف جميعاً، يمكنك استخدام القفاز. مع قفاز مفيد كهذا، سيصبح غسل الأطباق مهمة سهلة. مستعدة؟ ببساطة، أعصر بعض الصابون على القفاز المبلل وابدأ الدعك. بدون الحاجة لحمل إسفنجة، سيصبح غسل الأطباق أسهل بكثيراً على معصميك وذراعيك. وقبل أن تشعر به، ستكون قد انتهيت. أترى، لم يكن ذلك سيئاً للغاية، صحيح؟ أحد أفضل الأشياء حول الأمسية الكسولة هو الكسل، والتصرف بسخافة بالطبع. يا إلهي، على مهلك في الأكل يا صوفيا. ما خطبك؟ هل نفذت منك الأطباق؟ وسأضغط موافق. ماذا؟ ما كل ذلك؟ يا إلهي، هناك فتافيت على كامل لوحة المفاتيح. بل لا، أحتاج بعض المساعدة. يا لك من فوضوية. لست كذلك. أوف، أنت لئيمة. حسناً، أتعلمين؟ أعطيني ذلك السلايم لدقيقة. لتنظيف الفتافيت التي يصعب الوصول إليها، جرب شيئاً لاصقاً فوقها كهذا السلايم. أثناء تمدده، سيقوم بالتقاط كل فتاتة في طريقه دون أن تفعل أي شيء. وحالما تنتهي، التقط السلايم مع الفتافيت الملتصقة به. وفي حال بقي بعض الفتات، فقم بمجرد وضع السلايم عليه لالتقاطه بسهولة. أو لقد فوت فتاتة. نعم، هناك. واو، رؤية ذلك تبعث على الراحة، صحيح؟ ها هي قطعة السلايم يا بيلا. ماذا؟ إنها مغطاة بفتافيت. يا، لقد أفسدت قطعة السلايم يا صوفيا. واو. أوف، أوشكت أن أقع. هاتفي. يا إلهي، هل هذا الشيء مصنوع من زبدة؟ احترس من رقائق البطاطس يا كيفان. يا إلهي، إني أرى نجوماً. ستخلف هذه السقطة كدمة على جسمي، وهذه الحصيرة الغبية هي المجرمة. ما لم؟ هل لديك حصيرة باب تحاول قتلك؟ جرب بعض الصمغ الساخن. أعصر بعض الخطوط المتعرجة، ستخلق قوة احتكاك مع الأرضية، لكن تأكد من وضع طبقة سميكة من الصمغ. شارفت على الانتهاء، ثم اتركها تجف. من الأفضل أن تكوني لطيفة معي الآن يا سيدة حصيرة. تبدو ثابتة. انظر، إنها ثابتة. من المؤكد أني لن أفتقد تلك السقطات السيئة. دعني أدخل أولاً، أرجوك يا كيفن. ردي هو لا. هيا يا صاح، أنا في حاجة ماسة. أوف. أوشكت على الوصول. نسي أن ينزل المقعد الغبي. كيفن. كيفن، تعال إلى هنا. يجب أن تتذكر إعادة المقعد للأسفل. يمكن للقرد فعل ذلك، أترى؟ درامية للغاية. كما لو أنه لا يوجد لدي ما يكفي من القلق. لحظة، هذا اليويو يمكنه أداء المهمة. إن نظرت داخل المرحاض، يمكنك ربط خيط اليويو بهذا الجزء، ثم مرره أسفل المقعد والصقه حتى يبقى في مكانه. استمر في تمريره لأعلى المقعد والصقه على طول الطريق. عندما تسحب السيفون، سيعود المقعد للأسفل. مثل السحر يا عزيزي. أحضرت لنا البطاطا المقلية. مرحة، طبقي المفضل.
ضعي الكاتشب أولاً. لا يمكن أكلها بدون الكاتشب. يا سلام، كل هذا الكاتشب. يا للهول، ألا تظنين أن هذا كثير؟ كلا، ليس بعد. لا أحب سكب الكاتشب على البطاطا، بل أفضل غمسها فيه، وهذا يعني أني أحتاج إلى مكان لوضع الكاتشب. حسناً، انتهيت من لف الحواف. لدي مكان للكاتشب الآن. أترين؟ صنعت صينية كاتشب صغيرة. لا يهمني. ماذا الشيء على يدي؟ من أين جاء هذا الكاتشب؟ لقد تسرب من الكرتون. هذا فظيع. يا إلهي، البطاطا المقلية على وجهك. أخبرتك أنك وضعت الكثير من الكاتشب. هذا مضحك. من الجيد أن البرجر ما يزال هنا. هذا أسوأ يوم في حياتي. أنا أنفض الغبار وأنظف المكان. كم أحب البيت النظيف. يجب أن أطوي هذه البطانية. طيها صعب بمفردي. ربما إن جربت هذه الطريقة. حسناً، سأنجح هذه المرة. ما كل هذه الصعوبة؟ طفح الكيل، سأخذ استراحة. فهمت الآن. هناك وحش. هذه أنا، كنت أختبئ من البطانية الغبية التي لا أستطيع طيها. حقاً، يمكنني مساعدتك. ابدأي بفردها على الأرض هكذا. اصنعي طيتين على هذا الطرف ومن ثم على هذا الجانب. انتقلي إلى الطرف المقابل لطيه أيضاً. اطوي البطانية من المنتصف وأوشكت على الانتهاء. يمكنك دس هذا الطرف هنا. يا للروعة، بطانية مطوية بشكل مثالي. واو، شكراً على تعليمي هذه الطريقة. كل شيء نظيف الآن. يا سلام. رائحة هذا الشيء لا تقاوم. ساخن جداً. لساني. هل تمانعين إن شربت هذا؟ إنه لي. فتى غبي، هذا الشيء لا يبرد. هل مكيف الهواء معطل؟ ستفي هذه بالغرض. توقف عن لمس ما ليس لك. لدي فكرة في غاية الذكاء. والشيء المهم في البداية هو الشريط اللاصق. سأخذ بضعة شرائط لأصنع أداة تبريد عجيبة. عدة ربطات هنا وانتهيت. أترغب برؤيتها تعمل؟ ستعمل المروحة على تبريد النودلز مع كل لقمة. دعيني أجرب. مستحيل. إذن سأشرب الماء. ولكنها فارغة. ماذا تفعل يا براين؟ أشاهد المباراة. حسناً، أنا أبحث عن شيء أكله. هل هناك شيء شهي في الجوار؟ وجدتها. أحب تناول حبوب الإفطار في كل الأوقات. وكل ما أحتاج إليه الآن وعاء. ما كل هذه الأشياء؟ مقرف. مهلاً، هناك طبق. انتظر، لقد أخذه قبلي. ألا يمكنني تناولها مباشرة؟ ضع الصندوق بشكل مستوى هكذا، ثم قصه بشكل مربع من الأعلى. رائع. وعندما نزيله يصبح لدينا الآن وعاؤنا الخاص. هذا البلاستيك يحافظ على الرقائق. يبدو مذهلاً. لا تنسى الملعقة. مهلاً، هل صنعت هذا بنفسك؟ وهل تعلمون الفائدة الكبرى؟ لا أطباق متسخة. اللعب بهذا السلايم ممتع للغاية. طيب، لمسة بسيطة على كريم الأساس. ممتاز، وأخيراً تمشيط شعري.
ياي، أبدو بمظهر رائع. أو جاسكير، تبدو وسيما جدا، تعال إلى هنا سأعانقك. أو أنت ناعم وجميل. أو ماذا يفعل؟ هاي، ماذا تريدين؟ أو طيب، أنت جاهزة أخيرا؟ هل أنت متأكدة من رغبتك بالخروج بهذا المنظر؟ أو لا، ما هذا؟ ما كل هذه الأوساخ؟ ماذا، اللحظة، أزال هذا السلايم كل شيء عن بلوزتي. أجل، أظن المشكلة قد حلت. سأحركه على بلوزتي وسيزيل معه كل الشعر والمكياج. هذا أفضل بكثير. من كان يظن السلايم مفيدا هكذا؟ هاي، تبدين بمظهر أفضل من ذي قبل. رائع، هيا بنا. هذه الأغنية مفضلتي. أو أعتقد أني أستطيع، ربما مع رفع الصوت أثناء الطهي. لنرى ما لدينا. أوه لا، الثلاجة فارغة بالكامل تقريبا. كل ما بقي برجر قديم. طيب، ربما هناك شيء. كلا، إنه جاف تماما. وإلى القمامة. هاي، أظن أني وجدت الحل. سأسكب القليل من الماء في هذا الوعاء، والآن سأنقع البرجر. جاهز، والآن إلى الطبق. حان وقت إعداده في الميكروويف. جاهز، رائحته شهية أيضا. سيحتاج كذلك لشيء يشربه. مرحبا، لقد عدت. واو، أشكرك على إعداد الطعام. واو، رائع، يبدو شهيا. شهي فعلا، شكرا. فيو، سررت جدا بنجاح هذه. نعم، حان الوقت أخيرا لمشاهدة فيلم في منزل كيفن. يبدو أن جاستن قد قضى على وعاء الحلويات. حان وقت إعادة ملء الوعاء. أوف، الدعس على أقدام الآخرين أثناء مشاهدة الفيلم موقف محرج للغاية. وبعد وقت قصير تعود مرة أخرى إلى الدعس على أقدامهم. جاستن، لا تدعس حذائي الجديد. حسناً، لنعود إلى الروبوتات التي تسيطر على المدينة. يبدو أنه نفد من الحلوى مرة أخرى. أوف، لماذا يستمر هذا في الحدوث؟ يجب أن أتوقف عن الأكل بسرعة. يبدو أن جاستن ليس الشخص الوحيد الذي يحتاج إلى المزيد. انتظر يا صاح، ضع صوفيا تجلبه لك، إنها في الطرف. يا إلهي، لماذا تورطت في ذلك؟ في الواقع يدفعني هذا للتفكير بي. انتظر، سأعود حالا. هل لديك عبوة فارغة كهذا؟ بعد تقطيعها إلى 3 أجزاء هكذا، يمكنك تحويلها إلى غرض جديد. باستخدام المقص، قص القطعتين الأطول من الأسفل للأعلى وتوقف في المنتصف. بمجرد الانتهاء من ذلك، أدخلهما في بعض هكذا. ثم أحضر إناء طويلا مستديرا كهذا الإناء الزجاجي. ضعه منتصبا وأدخل القطعة الورقية التي صنعتها للتو. الآن اسكب حلوياتك المفضلة ودعها تقع في أقسام مختلفة. املأ كل قسم بنوع مختلف من حلوياتك المفضلة. أو هل تذكر الغطاء الذي قصصته؟ ثبته في الأعلى لتسهيل التوزيع. حسناً يا أولاد، لقد وصلت الحلويات. مبهر، أليس كذلك؟ الآن بدلاً من النهوض لإعادة ملء وعائك، يمكنك مجرد سكب بعض الحلويات إلى وعائك دون مغادرة مقعدك. تأكد من أن الغطاء محكم التثبيت واسكب حلواك المفضلة. جاستن، لا تنسى المشاركة مع أصدقائك. بعد بضعة أيام من المماطلة، تحركت أخيراً وغسلت الصحون. لقد انتهيت من المهمة. لكن انتهاءك من تنظيف الصحون لا يعني أن مهمتك قد انتهت. هل ترى ما أعنيه؟ يا إلهي، كيف يمكنني تنظيف كل هذه الأوساخ؟ أعتقد أنه يمكنني محاولة رشها بالماء. لست متأكدة من أن طريقة الرش ستعمل يا جاستن. ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد هنا. لا، لا أحتاج إلى تنظيف وجهي، بل المغسلة فقط. من كان يعلم أني سأحتاج إلى نظارة واقية لتنظيف هذا الشيء؟ لابد أن هناك طريقة أفضل لتنظيف المغسلة من هذه البقعة. يا إلهي، أنت لطيفة للغاية للاتصال بي وتهنئتي بعيد ميلادي. آسف يا صاحبة عيد الميلاد، لكن سأستعير أحد بالوناتك لوقت قصير. لا داعي للقلق، لا يوجد شيء هنا.
نعم، أنا في طريقي للخروج الآن. نعم، لم تلاحظ ذلك. لنبدأ حفلة التنظيف هذه، حسناً؟ لحيلة التنظيف هذه، ضع بالوناً مفرغاً على صنبور المغسلة هكذا، ثم قص فتحة صغيرة في طرف البالون. بمجرد فتح الصنبور، سيصبح لديك رأس صنبور مؤقت قابل للإزالة. أترى؟ يمكنك الآن التحكم في رش الماء. وأخيراً، يمكنك التخلص من تلك البقع اليابسة. كلنا نحب استقطاع بعض الوقت للعب في العطلة الأسبوعية. انظر إلى هذه السيارة السريعة. مالاً، لماذا توقفت؟ هيا، يبدو أن وقت اللعب قد انتهى. ربما تحتاج إلى بطارية جديدة. يجب أن أفتح هذا الغطاء. مغلقة بالبراغيث. لالي، هل لديك مفك براغي يمكنني استعارته؟ حسناً، إنه يستعير أدواتي دائماً. آمل أن هذا هو المفك الصحيح. هل تبحث عن هذا؟ البطارية قادمة. إنه صغير جداً على هذا البرج، لا يمسك بأي جزء منه. أحتاج إلى مفك بحجم أكبر. آسف أيها المفك الصغير، ما الأدوات الأخرى التي تحتفظ بها ليلي هنا؟ هناك الكثير منها، لا أعرف ما الذي يجب أن أختاره. أريد أن ألعب بسيارتي. لماذا لا يعمل هذا المفك؟ أتمنى لو أستطيع جعله أكبر بطريقة ما. يا لالي، هل يمكنني استعارة ربطة شعرك الخضراء؟ لكني ضفرت شعري للتو. أنا لست سعيدة بتصرفاتك. وجدت الحل. لهذه الحيلة، ضع الربطة المطاطية على البرج. ستملأ الفراغ وسيتمكن المفك من الإمساك بالبرج. إنها تعمل، أترين؟ أزل الربطة واسحب البرج بأصابعك. افتح يا سمسم. وداعا يا رفاق. يمكنني الآن العودة للتسلية. خذي ربطة شعرك. كرمك أنقذنا اليوم يا لالي. والآن يمكنني قيادة السيارة مرة أخرى.